الولايات المتحدة الأمريكية قامت بشكل مفاجئ بانتشار عسكري في منطقة الشرق الأوسط في القواعد الأمامية لتضع الجميع وتحديدا إيران وفصائلها المسلحة الموجودة في الشرق الأوسط تحت المطرقة مرة أخرى. هذه جاءت بتفاصيل كثيرة ومن مصادر كثيرة، منها الانتيوار.com التي ترونها هنا. والحديث هنا بشكل مباشر بأن هنالك 6 طائرات من طائرات الF-15 الأمريكية قد وصلت إلى قاعدة نيفاتم الإسرائيلية، وهذا الانتشار هو يأتي ضمن عقيدة تحدثت عنها هذه المصادر بأنها عقيدة التوظيف القتالية السريع، أي بما معنى أنهم يتواجدون في القواعد الأمامية لمنع العدو من القيام بأي هجمات ممكن أن تأتي ضدهم، بدلا من أن يتواجدوا في القواعد الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هم مثلا يتواجدون في قواعد حول المنطقة من أجل التصدي لأي خطة هجومية عن طريق معلومات استخبارية أو عن طريق هجوم مباشر، فهم متواجدين في هذه المنطقة بشكل مثير. هذا الانتشار الذي يأتي في 48 ساعة الماضية هو يأتي مع الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في حادثة مطار بغداد التي نعرفها جميعا والتي تمت في عام 2020. وبالتالي قد تكون هذه واحدة من النقاط التي على أساسها تتأهب الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، ممكن يتأهبون لهجوم تأتي على القواعد الأمريكية الموجودة إلى شرق نهر الفرات أو في قاعدة التنف أو حتى من مستشاري التحالف الدولي الموجودين أساسا في العراق. وبالتالي هم يحاولون إغلاق المنطقة تماما من عدد من الاتجاهات، ولكن التفاصيل في حقيقة الأمر هي تأتي بشكل مختلف عن هذه الظروف التي ذكرناها وظروف الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال الجنرال الإيراني الكبير. فالحديث هنا بأن ستكون هنالك مع وجود هذه الطائرات عملية مناورة مع طائرات الشبح الإسرائيلية الF-35، وكذلك بوجود أيضا المناورات ستشمل طائرات الجولف ستريم وهي طائرات تستخدم في الاستخبار الإلكتروني. وهذه التدريبات وهذه المناورات ستهدف بحسب هذه المصادر ستكون على أساس توجيه ضربات ضد الفصائل المسلحة حقيقة الموجودة في المنطقة. وهم قد ذكروا بشكل نصي، لم يذكروا الفصائل المسلحة ولكنهم ذكروا بأنها ستكون مناورة على أساس ضرب أراضي العدو وضرب عمق أراضي العدو. بالتالي قد تعني هنا حزب الله اللبناني، قد تعني الفصائل في سوريا، قد تعني الفصائل في العراق، ولكنها تعني بشكل مباشر كما وجدت هذه المصادر الداخل الإيراني وتحديدا المفاعلات النووية الإيرانية. وطبعا نحن هنا أمام مناورة عسكرية أخرى موجهة ضد إيران خلال شهرين فقط، كنا قبل شهرين في نوفمبر أمام مناورات أخرى هي تهدف أيضا لضرب العمق الإيراني مباشرة والمفاعلات النووية، وها نحن أمام مناورات أخرى. وفي أبريل من العام الماضي من عام 2022 كنا أمام أيضا مناورات عربات النار التي أيضا جاءت على نفس الأساس، تدربوا بنفس المسافة أن يقطعونها من هذه القواعد التي ترونها تجاه إيران ولكن إلى البحر المتوسط، وقاموا بمحاكاة هذه الضربات. وبالتالي نحن مرة أخرى أمام محاكاة سيقومون بها من دون أي موعد، ننتظر ونرى طبعا هذه المحاكاة. وبالتالي هنالك تقاربا لهذه المحاكاة وهذه المناورات كلها الموجهة ضد إيران ضد الفصائل المسلحة في المنطقة، وذلك لأن إيران لأول مرة في تاريخها، وهذه مسألة مهمة للغاية، أنها تخصب اليورانيوم بنسبة عالية للغاية وهي بنسبة 60% في منشأتين مختلفتين مستقلتين، وهي منشأة نطنز طبعا ومنشأة مهمة أخرى ألا وهي منشأة فوردو. هذا يعتبر خطرا كبيرا، خاصة وأن الخبراء الآن بدأوا يتحدثون بأن إيران ليست بحاجة الآن لتخصب بنسبة 90% لكي تصل القنبلة النووية، لا أبدا. فالحديث الآن بالنسبة لهؤلاء الخبراء قالوا بأن إيران الآن تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب الذي هو مخصب بنسبة 60% كافية لجعل إيران أن تقوم بإعادة معالجة اليورانيوم المخصب بهذه النسبة التي ذكرناها لكم، وبعدها تحولها إلى وقود، وبعد ذلك سيمكنها هذا الأمر للوصول للقنبلة النووية. بمعنى آخر بأن إيران بنسبة 60% تعالج هذا اليورانيوم وتحوله لوقود وتصل للقنبلة النووية دون القفز إلى نسبة 90%، وهذا يوضح جدية طبيعة المناورات التي تتم في فترات قياسية، شهرين 3 أشهر أنت أمام مناورات أمام تواجد عسكري خطير. وبالتالي نحن
نحن أمام لحظات ليست بالسهلة أبدا مع إيران. كذلك هنالك ظروفا مثيرة للغاية تأتي متزامنة مع هذا الانتشار العسكري المهم للغاية، وهي هنالك إعلانا مهما قد جاء من رويترز تحديدا، تحدثت بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سيكون خلال هذا الشهر في إسرائيل وسيناقش العديد من التفاصيل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وبنيامين نتنياهو قال إن على أولى أولوياته، على رأس أولوياته، هي عملية تحييد مفاعل ومفاعلات إيران النووية. سيفعل كل شيء بكل الطرق وبكل السبل لمنع إيران من الوصول للقنبلة النووية، بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذه التفاصيل أيضا هي تأتي بعد تقرير رأيناه جميعا مؤخرا في 28 من ديسمبر. قبل أيام قليلة على نيويورك تايمز تحدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعمل بشكل مقرب، بدأت تعمل بتقارب كبير مع إسرائيل من أجل منع إيران من إرسال طائراتها المسيرة إلى روسيا، وذلك من خلال حرمانها من هذه المسألة ومن قدرتها على صناعة الطائرات المسيرة، لأنهم اكتشفوا بأن أكثر من نصف مكونات الطائرات المسيرة الإيرانية وتحديدا مهاجر 6 وشاهد 136 المفخخة هي مصنعة في شركات أمريكية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا في نفس الوقت، وهي مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها، بأن الضغط لا يأتي الآن من الولايات المتحدة الأمريكية فقط في هذه المسألة أو من إسرائيل، لا أبدا، بل إن التلغراف البريطانية كما تلاحظون يوم أمس قد وضحت بأن بريطانيا دخلت على الخط وهي على وشك إعلان الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية، سيصنفونها كمجموعة إرهابية، وذلك بسبب العديد من التفاصيل، منها التظاهرات التي تجري في الداخل الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان التي وجدوها تأتي من النظام الإيراني. في نفس الوقت أنهم في نوفمبر كما تلاحظون إيران إنترناشنال وكما نقلت البي بي سي البريطانية أن هنالك كشفا لمجموعة إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل في الداخل البريطاني لاستهداف عدد من الصحفيين الذين يعملون في إيران إنترناشنال، وتحدثوا عن 10 مؤامرات لاغتيال وخطف تجري في الداخل البريطاني وهي تابعة للحرس الثوري كما تحدثنا. وعلى هذا الأساس الساعات القادمة والأيام القادمة بحسب التلغراف سنسمع بريطانيا ستعلن بشكل مباشر بأن الحرس الثوري الإيراني تحت قوائم الإرهاب. صدق أو لا تصدق سيدي الكريم، الآن نحن أمام الولايات المتحدة الأمريكية وكندا هي التي تصنف الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وستنضم إليها بريطانيا، وهنالك ترشيحات بأن ألمانيا ستأتي بعد ذلك، وبعدها الدول الأوروبية ستأتي لتصنف الحرس الثوري، وهذه مسألة مهمة جدا، تصنيف الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب من قبل الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة مع كندا، يعني العودة للاتفاقية النووية في خطر كبير في ظل تخصيب لليورانيوم عالي، في ظل مناورات عسكرية نتحدث عنها كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل وغيرها، وبالتالي الظروف صعبة للغاية. وهذا كله يوضح لنا أن الضغط الكبير الذي يأتي من أوروبا من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران هي على ما يبدو بسبب انخراط إيران الكبير في الحرب الروسية الأوكرانية. فهذه الطائرة، طائرة شاهد 136 المفخخة، تلعب أدوارا كبيرة وخطيرة في الحرب الروسية الأوكرانية. فعلى سبيل المثال يوم أمس وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت بأن 27 طائرة من هذه الطائرات هاجمت أوكرانيا، والمنظومات الدفاعية الأوكرانية فعلا تمكنت من إسقاط هذه الطائرات، ولكن هذه الطائرات الآن روسيا تستخدمها بشكل مكثف وبشكل مستمر، هي لا تتوقف عن استخدامها، وموجات الهجمات مستمرة لضرب البنى التحتية الأوكرانية، وهي تحقق نتائج أفضل حتى من الصواريخ الروسية وما تستخدمه روسيا. وبالتالي هنالك رغبة في إنهاء تواجد هذه الطائرات، تحدثنا الليلة الماضية 27 طائرة، كذلك يوم أمس على سبيل المثال، ودعونا نصحح هذا الموقف من هذه المنظومة التي ترونها، فطائرة شاهد 136 على سبيل المثال يوم أمس رأينا تقاريرا بأن هنالك 39 طائرة من الطائرات المفخخة هاجمت كييف وأسقطوها الأوكرانيين، طبعا هذا ما تمكنوا من إسقاطه، وقبلها 45 طائرة أيضا. وبالتالي موجات من الطائرات المسيرة مستمرة هي تستهدف أوكرانيا، بل إن اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد قال بمعلومات استخبارية نقلتها الفوكس نيوز الأمريكية بأن هنالك هجمات وأسراب مكثفة للطائرات المسيرة ستستمر من قبل روسيا فقط باستخدام هذه الطائرات. وبالتالي
هذه الطائرات مع الصواريخ البالستية الإيرانية إن وجدت طريقها في هذه المعركة ستعني تغيرا كبيرا مع الإمكانيات الروسية. فروسيا أيضا أعلنت في عام 2023 سيدخلون الطائرات القادرة على حمل الصواريخ الاستراتيجية في منطقة العمليات في أوكرانيا، وهذه قد تغير الكثير من الضربات وقد تجعل الجميع في حرج كبير بما فيها حلف الناتو، وبالتالي لنقطع هذه الطائرات، لنقطع الصواريخ البالستية، لنحاول أن نمنع روسيا من الحصول عليها، وبالتالي سنحقق الكثير من النجاحات ضد روسيا. هذه الخطة الغربية من الضغط على إيران خاصة وأن أكبر شركة من شركات النفط طبعا الروسية غاز بروم كما تلاحظون في عام 2022 قد انخفضت الصادرات النفطية عليها. نعم هذا يشكل ضغطا على أوروبا على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا هو فيه ضغط على الداخل الروسي وعلى الاقتصاد الروسي. هنا كما تلاحظون بإحصائية أخرى من نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا تحديدا، فستلاحظون باللون الرمادي كيف أنه انخفض حتى شهر يونيو، فعلا كان هنالك توريدا للغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا ولكنه الآن انخفض إلى الصفر منذ شهر أغسطس، وبالتالي أيضا هو يضر بالروس بشكل مباشر، وهذا يريدون أن يبنون عليه، لا يريدون أي مساعدة تتحصل عليها روسيا طبعا، وأيضا يريدون بناء التقدم، يريدون دعم التقدم الأوكراني الذي يتحقق ليس فقط من اللون الأزرق مما تحقق في شرق أوكرانيا أو في خيرسون تحديدا، فهنالك تقدم كبير يأتي في خيرسون هنا في إحدى الجزر المهمة، وجاءت بمقطع مهم، دعونا نلقي نظرة على هذا المقطع، وهذا المقطع طبعا هو قادم من أحد الجنود الأوكرانيين الذين رفع العلم، ورفع العلم في إحدى الجزر المهمة وهي طبعا يطلق عليها جزيرة فيلكي، ودعونا نلقي نظرة على هذه الجزيرة تحديدا التي تتواجد طبعا في إحدى المواقع المهمة للغاية. ستلاحظ أن نهر الدنيبر يأتي إلى اليمين وكأن هذا الموقع هو غير صحيح، كأن هنالك خطأ معينا وأن الجندي لم يعبر هذه المنطقة تحديدا، ولكن دعونا الآن نتجه إلى الشاشة مباشرة لكي نلقي نظرة ما الذي يجري، هل الصورة معكوسة أم لا. فهذه الجزيرة وهي فيلكي بوتومكن هي إحدى الجزر المهمة للغاية، هذه هي اللقطة التي رأيناها الآن لهذا الجندي طبعا عندما يتحدث عن فيلكي بوتومكن هذه الجزيرة المهمة التي وصل إليها، معنى ذلك بأنه تعدى نهر الدنيبر، ولكن كما لاحظنا في الصورة التي إذا ما قمنا بإعادتها مرة أخرى فإن نهر الدنيبر يأتي إلى اليمين وكأنه أساسا لم يعبر هذه المنطقة، وبالتالي إذا ما حاولنا عكس هذه الصورة قليلا، وهذا الأمر يحدث عادة عندما تصور ونأخذ عددا من العلامات لنحاول أن نجد هذه المنطقة وأين يتواجد هذا الرجل، وطبعا سنلاحظ نحن أمام خطين هنا كما تلاحظون، هنا الخط الأول وهنا الخط الثاني، وسنلاحظ بأننا أمام مبنى مهم جدا هنا، هذا مبنى أبيض كما تلاحظون وهو مبنى مهم لكي نركز عليه، هنا نقطة وبقعة بيضاء لا نعلم هل هو مبنى، هل هو شيء للبناء، هل هو اسمنت لا نعلم، ولكن واضح أن الجندي الأوكراني يقف على هذا العمود الذي ترونه، وكذلك أيضا دعونا نأخذ هذا المبنى الآخر المهم الذي سيدلنا على الكثير من الأمور، المبنى يبدو متقدما على المبنى الأبيض الذي ترونه، وواضح بأن الرجل يقف بهذه المسافة، أي يقف من مسافة جيدة جدا من هذه المنطقة. دعونا نذهب إلى فيلكي بوتومكن الآن لكي نلاحظ هل هو فعلا موجود في هذه المنطقة أم لا، بالتوجه بالقمر الصناعي الآن بسرعة لكي نلاحظ مدينة خيرسون، وهذه نقطة استراتيجية مهمة، عبور هذه المنطقة يعني شيئا كبيرا، هذه هي خيرسون وهذه هي فيلكي بوتومكن، إذا ما أخذنا النقاط التي ممكن أن يعبر الأوكرانيين منها هي هذه المنطقة، منطقية جدا أن تعبر إلى هذه الجزيرة ومن ثم تعبر إلى هذه المنطقة، وبالتالي دعونا نتجه إلى المنطقة الوسطية الآن ونتجه إلى الشمال قليلا من هذا الموقع، سنجد نوعا ما بأن هنالك تشابها لما لاحظناه من هذه المواقع، وسنلاحظ بأننا فجأة أمام نفس العلامات، هذا هو المبنى الذي تحدثنا عنه الذي يأتي بهذا الشكل، وهذا هو المبنى الأبيض الذي تحدثنا عنه طبعا والذي يأتي على مسافة وهنالك تطابق، وهذا هو النقطة البيضاء التي تحدثنا عنها، هنا خط
هنا خط، وهذا يوضح بأن الجندي كان يقف هنا ويقف في هذا العمود الذي ترونه، هنالك عمود الظل واضح له، وبالتالي رفع العلم على ما يبدو هو يأتي بهذا الاتجاه، وهذا يوضح فعلا أن نهر الدنيبر إلى الشمال، وبأن الصورة كانت مقلوبة عندما صورها، وهذا يوضح أن الأوكرانيين قد عابروا نهر الدنيبر وبدأوا يخترقون خيرسون وبدأوا يريدون أن يحققوا شيئا كبيرا في هذه المعركة، ودع هنالك قصف كبير جدا على هذه المناطق، فالأيام القادمة قد تعني الكثير، الشهرين القادمة رغم الشتاء رغم الثلوج رغم صعوبة الموقف، إلا أن الأوكرانيين لسبب ما يجدون طريقهم للتقدم بالاقتراب من هذه المنطقة التي تأتي قبالة خيرسون. ودعونا نتجه قليلا إلى اليمين، ستلاحظ هنا بأننا أمام هذه المنطقة، هذه المنطقة تحديدا تتعرض للقصف بشكل مكثف مما تم توثيقه هنا، ستلاحظ أنت أمام نفس الموقع الذي رأيناه هنا، قصف أوكراني واضح على مخازن العتاد الروسية، وهو يوضح كيف أن الأمور في تقدم، هنالك دعم للأوكرانيين مما يحققونه في هذه المعركة، وبالتالي هنالك دعم كبير ولا بد من إيقاف الفائدة الكبيرة والأمور الاستراتيجية التي تحققها الأسلحة الإيرانية في هذه المعركة. وتظل الأسئلة، ما الذي ممكن أن يحدث وما الذي يعنيه استمرار المناورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في ظل كل الظروف التي تحدثنا عنها؟